أخطاء تقع عند نطق الفتحة. أولا خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، مثلا ونمارق ونمارق، بده يكون ونمارق ونما وليس ونما. خلط صوتها بشيء من صوت الضمة ختم، هذه بحجة التفخيم ها قد. نعم، خلط صوتها بالسكون وذلك بعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب نحو أعوذ. أعوذ طب فين الفتحة ب أ؟ طب أنا أ هذه فتحة. كتب شو بيقول؟ كتب كتب، والله صعبة. خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، هذا عدم الضم الكامل، شايفين؟ مثلا إنكم إنكم، شو لازم يقول؟ إنكم. خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، نعم هذه إخوانا الأتراك بقى. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. ما هي أخذناهم لتركيا، أخذناكم لتركيا هلا. ثلاثة خلط صوتها بالسكون. قال الطيبي رحمه الله، هو صاحب كل مضموم، قال وعند نطق الحركات فاحذر نقصا انك تقصرها يعني، او اشباعا انك تطولها، او ان تغير بمزج بعضها بصوت بعض او بسكون، يعني او مزجها بمين؟ بالسكون، فهو غير مرضي. مزجها هون عم نقول احنا رقم ثلاثة، خلط صوتها بالسكون وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب نحو نعبد وإياك. اسمعوا منيح، نعبد وإياك، الدال تكاد تكون ساكنة، نعبد وإياك، المفروض يقول نعبد وبو دو وبو دو و. أخطاء تقع عند نطق الكسرة، خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، مثلا بده يقول به، بده يوقف على به، شو بيقول؟ به. تبهنا؟ به. شو لازم يقول؟ به. بده يقول المغرب، شو بيقول؟ المغرب. ري، شايفين؟ هذه الري إمالة. خلط صوتها بالسكون وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان وعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها نحو بسم الله الرحمن الرحيم. مصيبة سودة هذه. الصراط الصراط الص بدل الصي، شو بيقول؟ الص. هذا شو؟ خلط الكسرة بالسكون، خلط الكسرة بالسكون. هذه هي أهم الأخطاء التي تقع. ما رأيكم أن أقرأ الفاتحة وتقرأ ورائي وننتبه إلى هذا المبحث، وهو مبحث إيه؟ إتمام الحركات. أرجو أن نلاحظ أننا عند نطق الحرف المفتوح نفتح فمنا فتحا وسطا كما قال أبو عمرو الداني، وعند نطق الحرف المضموم نضم الشفتين ضما غير مبالغ فيه. لعلي أنا أبالغ بس حتى أنتم تنتبهوا للموضوع. وكذلك الحرف المكسور نخفض الفك كأننا ننطق يا. نستعين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين. إيا، لاحظوا ها، إيا، صوت الياء لا ينقطع لأنها حرف رخو. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يسلمكم. بو دو و، بو مضمومة، دو مضمومة، و الواو أم الضمة، الواو أم الضمة، ما هي؟ وصايرين ورا بعض، هذا بيسموه عند أهل اللغة توالي الضمات، توالي الضمات. بدنا ننتبه ما يطلع عندنا حرف ناقص الحركة. أعيد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أحسن من التي قبلها. نعيد مرة ثانية، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بدو و، بو دو و، ضم شفايفك بالثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فلنحرص على كسر الهمزة كسرا كاملا، ما نقول إيه بل نقول إي. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم، عليهم. الخطأ عليهم، هذا الخطأ، انتبهنا؟ غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. عليهم، عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. خلينا اللام مثل ما حكينا أول أمس، يعني نبين اللامين، اللام الساكنة واللام المكسورة. ولا الضال، هذه مين؟ لي، هذه مين؟ طيب، ولا الضالين. ولا الضالين. مع بعض، ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. الله يتقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك